هو أنا بدأت كعرض للفكرة، يعني دائما لازم تبدي تعرض الفكرة، تعملي أنت مجموعة معروفة بين الناس. أنا شفت بعرف يعني بقرأ كتب وش بعرف شو الموجود، يعني الناس اللي بتقرأهم الكتب الموجودة أو المشهورة ما بين الناس. فعملت مجموعة حوالي أكثر من 30 كتاب للعرض ونشرتهم على الصفحة. من خلالها يعني بقدر أنفذ أي طلب خاص للشخص، يعني إذا بده كتاب معين بقدر أنفذه له عادي، بس لازم يكون له صورة غلاف واضحة على النت حتى أقدر أنفذه. بدأت المشروع يعني بمصروفي الشخصي، 4 سنين متخرجة وما لقيت ولا وظيفة أو يعني فرصة عمل حتى لو كانت مؤقتة نهائيا. فأختي كيف بدأت أنا وأختي المشروع، كانت هي بتدرس إيمان، بتدرس هندسة معمارية في الجامعة الإسلامية سنة رابعة. هي موهوبة في الرسم والزخارف ما شاء الله يعني، فكانت ترسم على بقايا الكرتون تبعت اللي بصمم منهم المباني للمشاريع، كانت ترسم رسمات مألوفة يعني، أو ممكن هي أي شخبطات زي من عندها يعني. جذبتني وحكيت لها إنه ليش ما يكون إنه مشروع خاص، ممكن يكون في البداية صغير يعني. من خلالها يعني استنيتها إجازة، في الإجازة ونفذنا حوالي 20 تصميم، تصاميم خاصة للفواصل، والنصوص كنا إحنا نختارها من الكتب اللي بنقرأهم أو النصوص يعني المعروفة المشهورة ما بين الناس.